رجعنا لكم بعد فاصل، الميكروفون مع فاطمة، هتشوفي مين الأسئلة تاني. الأستاذة سوسن اتفضلي. مساء الخير. أنا السؤال بتاعي مرتبط برضو بنفس السؤال بتاع أستاذ وهيب، إزاي المرأة هتستعيد مكانتها؟ في حاجة كمان أقوى من مكانة المرأة، حديث زي اللي بيقولوا إن الرسول قالوا تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم، وخلنا وصلنا للرقم الغريب بتاع 100 وحاجة مليون ده. يعني لا يمكن يكون ده حديث صحيح، استحالة. ثانيا، الست هي اللي بتشيل العبء ده، انها بتربي اجيال مش عارفة تربيها، وده كله بينعكس على الدولة. ده كمان لازم يتعالج. يعني ازاي صحيح. حديث زي ده؟ وبعدين بيقولوا لهم العيل بيجي برزقه، كلنا بندفع الثمن على فكرة، مش صحيح. المرأة بس، ستات ورجالة ومؤسسات ودولة صحيح. بسبب حديث. يعني مش معقولة ان دول زي البلجيكا تبقى 11 مليون واحنا معديين ال100. تعليقك يا دكتور سريعا. طب هناخد كله مع بعض وبعدين نقول على بعض. طيب مين تاني؟ علي. الحين انا عندي سؤال، هو سؤال محير شويه، ان بالرغم كل اللي بيقدموا التنوير او التيار الاصلاحي بالعموم، الا ان يعني اللي بيقدموا من هدم للافكار سواء التراثيه، طبعا الافكار البشريه، من العنف والتكفير والعنصريه والقتل البواح، الا ان رد المجتمع كان رد صادم جدا. طبعا يعني رد المجتمع وكأن المجتمع عايز العنف والتكفير. صحيح. ويعني وكان رد المجتمع قارص في بعض الأحيان، زي ما حصل مع دكتور فرج فوده القتل، زي ما حصل إعدام للأستاذ محمد طه في السودان. وفي ناس يعني بتطلع على الشاشات، زي شيخ طلع وقال أنت الحل الاقتصادي إن احنا نغزو البلاد ومع ذلك منعم وبيطلع في القناة عادي، مع ان المفروض ان واحد زي ده يبقى في السجن. صحيح. فازاي ان المجتمع تكون صورة ذهنية عن التنوير او التيار الاصلاحي ان هو ضد الدين؟ صحيح. وازاي ان الناس دي شكرا اصبحت هي مع الدين؟ شكرا. صحيح. ابو اليزيد. انا كفرد مسلم اتربيت ونشأت على ثقافة معينة، ودلوقتي ابتديت اسمع اسلام، اسمع كذا حد، ابتدى تفكيري يختلف ونظرتي تختلف، بس أصبح عندي تشتت. مين الصح؟ آراءك بقتنع بيها في حاجات كتير، برجع إن أنا جوايا ثقافة أنا اتربيت عليها بتخليني أخاف. ابتديت أعمل الحاجة من وجهة نظرك أو الحاجة اللي أنا اقتنعت بيها، بس في نفس الوقت لي لسه الخلفية القديمة بتقول لي لأ أنت بتعمل غلط. أصبح عندي تشتت في وسط الناس، أنا ابتديت أنحرف. انت كده تفكيرك ابتدى يمشي في سكه تانية. انا اعمل ايه؟ شكرا. صح كلام. حد تاني عنده سؤال قبل ما نبدا طيب. نجاوب؟ الهام اتفضلي. عايزه اكمل على نفس النقطه اللي قالها، لانه انا كنت برضو عايزه اتكلم فيها سريعا. احنا بنكون مقتنعين دلوقتي جدا ان احنا بننقي افكارنا وبننقد افكارنا القديمه. عندنا معاناه بقى شديده ما بين اللي احنا مقتنعين بيه واللي احنا قادرين نطبقه في المحيط بتاعنا في المجتمع طبعا. حوالينا. فطبعا بيتم انتقادنا، وممكن يتم تكفيرنا، وممكن يتم طردنا، واضطهادات كتير احنا يعني اساسا عايشين فيها دلوقتي. شكرا. الهام اتفضل. انا حاسس ان المشكله هي في مفاهيم الكلمه نفسها، زي مفهوم كلمه صيام، مفهوم كلمه دين. هل مفهوم كلمه دين هو اتباع شريعه معينه او طريقه معينه؟ المسيحي بيتبع طريقه معينه، اليهودي بيتبع، ولا هو دين واحد فعلا زي ما المفروض ان احنا عارفين؟ خلاص. طيب هنبدا بالترتيب. خلاص كده، في حد تاني عايز يسأل؟ استاذ وهيب سريعا. يا رب نلاقي وقت. سريعا نلاقي وقت ان شاء الله. دكتور استاذه فاطمه، واحنا في القرن 21 سنه 2019، بيطلع حد يقول لنا شطاف، وهل فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ متى نلحق بركب الامم المتقدمه؟ في مقولة درجة بتقول كوكب اليابان، بنقول كوكب اليابان الشقيق، لا ده دلوقتي في كوكب الإمارات الشقيق، كوكب أوغندا الشقيق، كوكب تنزانيا الشقيق. الدول كلها والأمم كلها تتطور وتتحضر، وإحنا أصحاب الحضارة نتقهقر الخلف. صحيح. إيه السبب؟ حاضر. شكرا. طيب أنت فاكرة بقى الحاجات؟ أنا كاتباها. بما إنك مديرة الجلسة. أستاذة سوسن، بخلافنا على الحديث، السنة كثير منها، لانه اكيد هي مش نص الهي، اكيد الرسول نفسه يعلم انه يتكلم باغلب في اغلب الاحوال بعيد عن العبادات بوضع زماني مكاني،
ايفن يعني حتى لو الحديث اتقال فهو حديث زماني يخص قوم كان عددهم اقل من 2000 في مواجهه ناس بالالاف. ما بعد هذا الحديث بيوم لا يجب النظر فيه الا لمصلحه المجتمع. لو كان رسول بيننا النهارده وعرف ان 100 مليون هو تعذيب ل70 منهم وفقر وافقار لاغلبهم كان ما قالش الحديث ده ابدا، كان قال بالعكس ان الالتزام بطفل او اقل او طفلين يعني ده افضل شيء للاسلام دلوقتي. فالموضوع هو ذهنيه، هي دي العقليه اللي عملت ان مش مشكله الحديث، المشكله الذهنيه في بعض الناس اللي في هذه المؤسسه اللي دايما ما يتوافقوش مع ما يفيد هذا البلد. طب ما يخص التنوير سال عليه علي. علي بص على السريع كده، في حكايه لطيفه جدا بتاعت احمد لطفي السيد الاديب العظيم، كان بيسموه يعني افلاطون، العرب كان طه حسيني وعليه افلاطون. في سنه 1913 نزل الانتخابات وهو من عيله ثريه جدا في السنبلاوين ورجل له اسمه، فنزل قدامه محامي وضيع ملوش ثمن اسمه عبد العزيز صليط، فهو مش عارف هيكسبه ازاي، ده راجل احمد لطفي السيد يعني. فقال فماشي يشيع في القرن هو ديمقراطي، فقعدوا يقولوا له ايه ديمقراطي، يقول لهم يعني في تبادل زوجات وان انت تأجر مراتك وكده، والله ده حصل. فهم سكتوا قالوا مش ممكن الراجل العظيم احمد لطفي السيد وعيلته كبيره وبتاع. فلما راح عمل اول مؤتمر انتخابي فقام واحد قال له هو انت ديمقراطي؟ قال له ايوه انا ديمقراطي جدا وعيلتي كلها ديمقراطيين. هو طبعا مش عارف هو بيلبس في الحيطه فراح من فخسر الانتخابات بالمناسبه، وعبد العزيز صليط كسب الانتخابات. ليه؟ لانه انت بس قادر تضرب المعنى الاصلي للكلمه وتشوهها فتكسب الجول. من هناك دلوقتي الديمقراطيه خلاص، حط مكانها بقى العلمانيه، بعد كده التنوير، وفي الستينات الاشتراكيه، حط اي اسم. بالتشويه اللي انت مش بتوصله للناس بسهوله، واللي بيتكلم يا عيني مش بيتكلم عن نيات، يقول لهم اه التنوير ده جميل والاصلاح الفكري والنهضه والكلام ده. فالتشويه الاتجاه كله وناسه في المجتمع بادئ من اول الشيخ محمد عبده بتاع كرومر بتاع الانجليز المهياص الهجاز، كان بيشتموه في الجرايد، لعلي عبد الرازق لنصر الفرج للي انت عايزه، ليا الازمه اللي حصلت، اسلام بيسب الصحابه، اسلام تمسك الفيديو عمرك ما تلاقيني قلت كلمه من ده كلمه، لان هم اهل البهت والظلم والبهتان. الطرف الثاني ده اكذب ناس واكثر تيار منافق في الدنيا، يكذب وهو عارف انه بيكذب ويستحلها عادي، ويقول لك اسلام يتقوى على الله رسول، اسلام مش عارف ايه، يقول على الله سبحانه وتعالى. ازاي ده ياخدنا للسؤال، معلش عشان الوقت، ابو اليزيد الهام، ازاي اللي عنده قناعات فيها تفكير خارج الصندوق او عن المألوف اللي هو الباطل يتعامل مع مجتمعه الضيق او مجتمعه الواسع؟ المجتمع هو المضرور يعني، المجتمع طبعا يا بيه هو ده هو اللي مطحون في النص. يعني بص السؤال ابو اليزيد له علاقه بالاستاذ الهام سريعاً. فكره مواجهة المجتمع. واحد انت بتكلم بشكل شخصي شوية، انه انت تعمل ايه؟ انت بتسمعني بتسمع ايه ومتلخبط. بص يا صديقي، الدين ده كله بعيد عن اللي انا لسه مجاوب عليه الاستاذ الهام في اول الكلام، انه عبادة لا يمكن عقلانتها، ليه المغرب 3 والعشاء 4؟ بقيته كله عقلاني، والقرآن مليء بلعلهم يفقهون لعلهم يعقلون، مليء بالقياس العقلي. انت شوف الادلة، وهي دي اللي انا بقوله دايما، اللي شايفها انها عقلانيه ويعني تستقيم مع عقلك ومع فطرتك، وشوف انا صح ولا القدامه هم اللي صح. يعني استفتي عقلك، بس استفتي عقلك بشكل ايه؟ بشكل واضح، لان في جنه ونار بالمناسبه وصريح يعني، ولان ما حدش هيفيدك، كل امرئ بما كسب رهين. فانا باجي اقول لك مثلا على ابسط حاجه، لو عندك اخوات بنات مستحيل يتجوزوا مش بس 6 ولا 9 سنين، مستحيل قبل ال 18 وال 20، ده الفطره والعقل. هما تاني بيقول لك اجماعا واختك عندها، لو في اخت 6 سنين ياخدها رجل غريب يعاشرها جنسيا بالحلال بقى في نظره. انت شوف يا فندم ده اقرب ليك ولا مين؟ انا بقول لك رسول الله كان رجلا غنيا مهابا، عنده ارض ورثها وكان عليها مشكله بعد وفاته، اخلاقه عاليه، خلق عظيم. والتانيين بيقولوا لك ختم الجوده جمع احاديث انه كان يسب ويلعن وبعد كده يحتضنهم ويقبلهم ويقول لعائشة حتى لا يقول أن محمدا يقتل أصحابه، ومات مديون ومع أنه عنده أرض وحاجات كتيرة بقى تانية خالص. يعني شغل عقلك وميز، شوف مين اللي فطرتك وشايفه متفق مع القرآن واحكم أنت، وقيس على ده بقى 3 مليون حاجة وتحمل تبعك ده دورك. وأنا مش بدفع تمن لوحدي، لا أنا ولا الباقيين السادة الأفاضل، اللي أنا مش عايشين في صدام مستمر، لازم ده دورك. لأن أنا دايما لو تفتكري في البوصلة بقول كل واحد ودايرته هو اعظم شيء. في قصه كده في جلجامش، يعني
حاجة أدبية قديمة حتى مختلف مين اللي ألفها أصلا، بتقول أنه نبي من الأنبياء، طبعا هي قصة أسطورية يعني، ملحمة اسمها ملحمة جلجامش، بتقول النبي من الأنبياء ربنا كلفه أنه يبلغ العالم برسالته، فقال له أنا هسيبك سنة وقابلك في نفس المكان، فسابه سنة بلغ الدنيا محدش بيستجيب، أعمى مفيش عمى إلا أسرته، فرجع مخزول جدا في اللقاء السنوي وقال لهم أنا يا جماعة، قال ربنا يعني الرب ساعتها يعني، قال له أنا بلغت كل حاجة بس أنا فشلت تماما في رسالتي لأني مفيش حد أعمل بيه غير أسرتي، فالمفترض أن الإله ساعتها كأسطورة يعني قال له أنت عملت اللي عليك جدا، قال له إزاي؟ قال له لأن هو ده كل واحد والدائرة الصغيرة بتاعته هيبقى مجتمع متكامل لو بس الدائرة بتاعتك تقبلت أفكارك. طب هل ده ياخدنا لتقدم المجتمعات؟ في الدائرة الصغيرة وفي الصدام مع الدائرة الأكبر منها، إنك تصري على أفكارك، لأن ده دور التنوير، مش اللي بيقول الأفكار بس، كل واحد فينا طالما الفكر حر والدين ملكه ومش علم فهو تنوير. ده ياخدنا لتقدم يخلينا مجتمع متقدم ويخلينا نقدر نميز المفاهيم الحقيقية للكلمة من إن احنا نشغل عقلنا، ودول كانوا السؤالين اللي فاضلين. الاستاذ رهيب والاستاذ ما هو يعني تقدم كيف نلحق يعني بركب التقدم؟ بص، ترك القديم الحداثه التي حطت على الحياه الاوروبيه والحق الفرداني في الحريات هي حاجه واحده بس، ترك القديم والاتجاه الى الحديث، ان ليس النجاه في العوده الى الوراء، وكلمه الكلمه بيقولوها الادبيات الاسلاميه يقول لك العوده الى ما كنا، على العوده كان الله خلفنا مش امامنا، السعي نحو الحداثة بقيمها العظيمة التي تتفق دوما على فكرة مع الإسلام، لأن الإسلام مش حاجة صلبة، ده متسع ومرن، إسلام تاني غير بتكلموا عنه. الحداثة هي الشيء الذي يمكن أن يجعل هذه المجتمعات متقدمة. آخر حاجة بقى عايز أقولها، تفضل. شكري ليك أنت، لأن الأستاذة فاطمة هي هتغادرنا في الحلقات، مجموعة الحلقات دي هي هتكتفي بالسبع حلقات، فأنا بشكرك. أنا اللي بشكرك، وكانت حلقات سرية جدا الرائع. وأحسنتي طرح المواضيع كعادتك، شكرا جزيلا، شكرا بلغتك جزيلا. الأنيقة كعادتك، شكرا جزيلا، وأحسنتي إدارة الجلسات، شكرا، دي مش كعادتك، دي أول مرة أشوفها بس دي موهبة جديدة فيكي، شكرا، فأشكرك بجد، والشارع تقبل حلقاتك بصدر رحب جدا، أتمنى ذلك، وبقيتي نجمة مشهورة، أتمنى ذلك، فشكرا ليكي وأسعدتينا. إحنا قلنا إن احتمال كبير يبقى الجدل يمكن حاجة بعد كده بشكل شهري أو حاجة، برضو أتمنى ذلك، فطبعا هتشاركينا الجدل لأن كانت حلقات ممتعة. أستاذة فاطمة خير الأديبة والكاتبة، أشكرك جدا ونورتينا، وبكرة نستقبل ضيف جديد يدير معنا، نستضيفه ويستضيفنا في نفس الوقت، مجموعة حلقات جديدة فيها مواضيع تتطرق لحاجات برضو لم نقولها في 17 حلقة الماضية. أشكركم جدا، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من جدل.